هذا هنا راس الفرخة، وهنا تلاحظون الحركة، حركة منقار الفرخ. هو على وشك يطلع، لسه باقي له، ما دام في عروق دم هو هدفنا، هو اللي نبغاه اللي في الجانب. لما نركز الإضاءة عليه حنلاقيه على مستوى رأس الفرخ. يعني هذا الكسر الأساسي اللي عند الظفر في المنطقة هذه هو الكسر المطلوب، أما الآخر لا، هذا ما له علاقة، فلا تلتفت لأي كسر بعيد عن وجه أو مستوى منقار الببغاء. خلاص هو بدأ يكسر من هنا، خلال 24 ساعة إن شاء الله يطلع بإذن الله. بنرجع البيضة لمكانها بين الفروخ، والأم حتكمل حضن. طبعا عند الفرخ في أول ما يطلع في منقاره. خلاص آسفين آسفين، حقك علينا. في طرف منقار الببغاء يكون فيه زي النتوء اللي يخليه يكسر البيضة، هذا النتوء يجلس معه فترة وبعدين يطيح. بحاول أوريكم إياه إن شاء الله إذا فقس الفرخ. تحياتي لكم. يلا شد حالك، اطلع البنشري. تبغى مساعدة؟ هلا والله.